اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بايدن فاشل لانه يجالس دولة تقوم باعدام اي مطبع او لديه اتصال مع اسرائيل ولو على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي. ان مثل هذا القرار الذي لا يستطيع معه بايدن ان ينتقد العراق، هذه هزيمة للتطبيع وهزيمة لبايدن. إنها الرؤية الإسرائيلية اليوم، ينتبهون إلى أن العراق أخذ موقعا في قمة جدة للأمن والتنمية، وأن العراق هذا هو الذي طور من بند في عام 1969 كان بند واحد في القانون العراقي يجرم الصهيونية والماسونية أو البنائين الجدد، حركة البنائين الجدد. الآن الأمر وسعه العراقيون وتجاوزوا الخطوط الحمر لصدام حسين إلى تجريم، يعني هذا البند لعام 1969 في القانون العراقي تحول إلى قانون في هذه المرحلة. إذا أمامنا صعوبة كبيرة جدا أمام الصهيوني الأول الذي أتى إلى إسرائيل يقول أنا لست مسيحيا حقا إلا إن كنت صهيونيا، وليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا، ويضيف بتوراتية وبنظرة توراتية بأنه صاحب هذه الخطوة العاشرة، الزيارة العاشرة التي يراها على الأقل هي المباركة. هذه الزيارة العاشرة إلى إسرائيل هي زيارة البركة، لأن كل مسيحي حق يجب أن يكون صهيونيا. كل هذا ذكره الصهيوني الذي انتقل بالطائرة إلى جدة ليلتقي بدولة اسمها العراق، والعراق في قلب المخططات الأمريكية، العراق الذي لديه تجريم وإعدام لكل أبراهامي بين قوسين، يعني لكل من يؤمن بالعقيدة الأبراهامية في التواصل مع إسرائيل أو في هذه الاتفاقيات الجارية أخيرا. إذا أمامنا هذا التصور الشديد الغرابة، إذ بايدن لا ينتقد دولة تعدم المطبع مع إسرائيل. إذا بالنسبة لإسرائيل هذه رسالة سلبية جدا لبايدن الفاشل، هذا الذي يتحدث عنه الآن الإسرائيلي من جهة. ثاني مسألة، أن العراق اليوم والذي هو في قلب ما سمي بالمخططات الأمريكية، وبايدن لا يستطيع انتقاد الكاظمي ولا انتقاد العراق ولا انتقاد هذا القانون، ولا أيضا محاولة وصول مسؤولين عن اللاسامية إلى بغداد. كل هذا يجعل من بغداد رمزا أساسيا. أولا على الصعيد الجيوسياسي نرى إيران وأمامنا إسرائيل، لكن أمامنا هذا الخط المقاوم الذي يرفض على الأقل العلاقات مع إسرائيل. عندنا إيران، عندنا العراق، وعندنا أيضا سوريا. بالنسبة للذين يعتقدون هناك علاقات سرية، المهم أن هناك حرب حقيقية جارية الآن. ولماذا كل هذا إن كان الأمر يتعلق بمسرحية بين قوسين؟ مثل هؤلاء لا تعليق، لكن على العموم فإن إيران، العراق، وخصوصا العراق لا ينتقد. العراق الآن ومع قانونه لا يستطيع الأمريكي انتقاده، وهذا الذي يخلق إشكالا كبيرا، لأن هامش المناورة المسلم للعراق إن سلم لغيره، وخصوصا أن العراق الآن أصبح مؤثرا لسبب بسيط، لأنه أضيف إلى مجلس التعاون الخليجي، فهو يعضد موقف قطر والكويت على وجه التحديد. إذا لدينا صف
سيقف إلى جانب الحق العربي، الحق الفلسطيني أولا وعلى أراضي 67، سيدعم الأردن، سيدعم دول الطوق، لأن مشكلة التطبيع مع دول الطوق لأن لديها أساسا حدود مع إسرائيل، فلن تكون أبدا مثل الذي يريد أن يطبع بسلام مقابل السلام أو غير ذلك من الاصطلاحات. معنى هذا أن التطبيع ضمن استراتيجية الحرب وضمن استراتيجية القوى، وأيضا خطوتين للخلف من أجل خطوة إلى الأمام، كل هذا أمام الأمن استراتيجي المدروس. لا يمكن لمصر ألا تفكر في حرب شاملة مع إسرائيل، لا يمكن بأي حال، كحالة وجودية، كحالة ممكنة، كسيناريو واقعي. بالنسبة للعراق أيضا فهو يرى أن الحرب مع إيران بين قوسين التي تعطي أفقا آخر للمزيد من الصدام، سنجد أنه في الاتجاه الآخر سيكون هناك رؤية تتم الآن. على العموم فهي تنتصر في كارش، هناك حرب بعد شهرين، وهناك، انظروا جيدا، وهناك صواريخ تطلق من حماس في نفس الـ 24 ساعة من أجل تسليم القضية الفلسطينية زخمها لتكون على رأس الأولويات. إذن أمامنا هذا التصور، تصور قبل، انظروا، قبل زيارة بايدن إلى إسرائيل بساعات وجدنا تصريحات حسن نصر الله، وبعد مغادرة بايدن بأقل من نصف ساعة وعلى الساعة الواحدة ليلا وجدنا الصواريخ من غزة. معنى هذا أن لدينا تصور على الأقل ما يجري بالنسبة لإيران، بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لحماس، وهذا التنسيق الإقليمي الخطير على الأقل بالنسبة للإسرائيلي، تنسيق هائل. ومهم جدا أن لدينا العراق في قلب قمة جدة يعدم ويصل إلى إعدام كل من لديه اتصال مع إسرائيل، وهذا في نظري على الأقل الإسرائيلي وفي نظر تايمز أوف إسرائيل خصصت مقالا كاملا أن العائق الحقيقي هو العراق، العراق الذي أصبح اليوم في قمة جدة، وقمة جدة هي التي تقابل في الاتجاه الآخر النقب، النقب للمطبعين القدامى والمحدثين من العرب مع إسرائيل، هناك النقب وهناك جدة وهناك أيضا تحالفا اسمه نصر الله للحرب بعد شهرين أمام المهلة التي أعطاها حماس و ضرب صواريخها في التوقيت السياسي المناسب، أيضا إيران، والعملية كلها أيضا تشمل سوريا. في هذا الخضم سنجد تحالفات ثلاثة، إذا تحالف حزب الله حماس والجهاد ومن ثم إيران، هناك تحالف النقب، تحالف جدة. وأين موقع العراق إذن؟ هو ضمن تحالف أساسا وعمليا يعمل بشكل جيد بالنسبة لإيران والعراق، وأيضا العراق الآن يأخذ دوره في الصف العربي لدعم كل من الكويت وقطر، وفي آن آخر سنجد في الاتجاه نفسه سنجد العراق إلى جانب الأردن ومصر من خارج منظومة التعاون الخليجي. فلماذا على وجه التحديد؟ ببساطة شديدة هناك أمر ما سمي بالنفط العراقي، هذا معلوم، أيضا بالنسبة للغاز المصري القادم من إسرائيل وموجه إلى أوروبا، أيضا بالنسبة للأردن والاتصال الكهربائي. إذن لدينا مثل هذا الأفق الاستثماري الاقتصادي، لكن في الاتجاه الآخر لدينا بعد شديد الأهمية ضد إسرائيل انطلاقا من العراق. وفي هذه اللحظة الحاسمة سنجد أن مجموعة النقب في مواجهة جدة
وهذا الصراع حول قمة جدة للأمن والتنمية. مثل هذه المجموعة الآن، مجلس التعاون الخليجي زائد الثلاثة، أقصد مصر الأردن والعراق، فإن العراق هو المعادلة الحقيقية، هو المعادلة التي يمكن أن تقلب كل المنطقة باتجاه المزيد من الراديكالية ورفض التطبيع. إن جيوش تيليغراف عندما تؤكد أن العراق هو أهم صعوبة، أهم تعقيد، لأن القانون في عهد صدام حسين كما ذكرنا ليس أكثر من بند واحد ضد الماسونية وضد الصهيونية على وجه التحديد، ولكن في الاتجاه الآخر لدينا قانون. الآن هناك ما هو أكبر من صدام حسين، هناك ما هو أوسع في الموقف من موقف صدام حسين. معنى هذا أن هناك فشلا ذريعا لإسرائيل، فشل حقيقي لبايدن، لأن الذي أتى لإعدامه اليوم العراق نفسه هو الذي يقوم بإعدام كل من له علاقة بإسرائيل. هنا انتهى الكلام، وهذا الذي يجعل منطقة الشرق الأوسط تدخل مرحلة لم تكن ولن تكون بايدنية على أقل تقدير في هذه المرحلة. بايدن إذن فشل، واليوم أولى له، وهو الذي يقرأ مباشرة في أربع جمل عندما صرح مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الزيارة كان الأولى ألا تكون. هذا يكفي لبايدن، لأن مسألة 13 مليون برميل هذه كشفها وزير الطاقة السعودي قبلا وقال بإيصالها إلى 13.2 أو 13.4، فأكد محمد سلمان 13 مليون برميل. فلماذا أتيت يا بايدن لتضيف العراق إلى مجلس التعاون الخليجي؟ هذا هو الأمر. إذن انتظر أن الصهيوني الأول فشل حقيقة في خطواته للعمل في هذه المنطقة الشائكة والمعقدة في آن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.